لمناقشة تداعيات قانون قيصر على النظام السوري وحلفائه ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أستاذ ياسر مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح لوزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، يقول إن الأمريكيين يعني يحلمون بأن ترضخ سوريا لشروطهم عبر قانون قيصر. هنا كيف ترى فاعلية القانون الأمريكي المتضمن عقوبات على النظام وحلفائه؟ مساء الخير لكم ولجمهوركم. حقيقة يعني النظام السوري منفصل تماما عن الواقع. حقيقة قانون قيصر الغاية منه فقط حماية المدنيين من خلال عقوبات مالية تمنع إمداد هذا النظام بمزيد من المال لكي يستغله، ليس لدعم الاقتصاد في الداخل وليس لبناء وإعادة الإعمار، وإنما من أجل مزيد من القتل، مزيد من القصف على المدنيين في سواء في إدلب أو في شمال سوريا. إذا في نهاية المطاف حاول هذا القانون أن يقلل من موارد النظام، وهذا الأمر انعكس جليا على إمكانيات النظام لفتح أي معارك جديدة. نفس الأمر بالنسبة لإيران. إيران تشكو الحالة المادية والتضخم المالي الشديد لديها ومزيد من العقوبات، الأمر الذي يوصل نتيجة مفادها أن مزيد من المال يعني مزيد من قتل السوريين سواء من الأطفال والنساء والشيوخ، ومزيد من تدمير البنى التحتية. حتى هذه اللحظة لبدأت ما يعرف بتطبيق قانون قيصر، علما بأن الثوار في سوريا منذ عام 2011 كانوا يوجهون الاتهام إلى هذا النظام على أنه نظام مافيوي عائلي يقوم على نهب ثروات هذا البلد. الآن حتى أنصف هذا القانون وسمع لنداء الشعب السوري، ولكن حقيقة الأمر ليس الأمر مفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني أصاخت السمع إلى مطالب السوريين وتريد أن تنصفهم، وإنما هي حقيقة مكاسب تحقق للولايات المتحدة الأمريكية تتقاطع الآن مع تخفيف عملية النكول والقتل والضرب التي تقوم به إيران والنظام. ولكن أستاذ ياسر، ولكن إذا يعني أخذنا تصريح لأيضا وزير الخارجية السوري وليد المعلم، قال أيضا أن القانون المتضمن عقوبات على النظام يستهدف بالأساس تجويع السوريين، بمعنى أن المواطن السوري هو وحده الذي سيعاني من قانون قيصر. يعني بالنسبة للشعب السوري منذ أكثر من 5 سنوات النظام يعني لم يعد يقوم بأي التزامات اتجاهه، لا على المستوى الصحي ولا على المستوى الاقتصادي، وهذا ما وجدناه من التضخم العملي. نحن نتكلم عن عملة تضخمت بمقادير ضخمة جدا، يعني حوالي 60 مرة، وبالتالي هذا النظام ليس لديه مبرر أن هذه العملة وصلت إلى ما وصلت إليه، وسيكون هناك مزيد أيضا من التضخم كون أن هذا النظام لا يقوم بأي واجب من واجباته. النظام كل ما يهمه أن يبقى على الكرسي. يعني في لو كانت البلد في حالة تعيسة جدا، ماذا نقول عن بلد كان فيه حوالي 22 مليون نسمة الآن لا يوجد فيه، يعني حوالي النصف غادروا هذا البلد. ماذا نقول عن بلد كانت الدولار 50 ليرة سوري وأصبح الدولار 3000 ليرة سوري؟ ماذا نقول عن بلد أصبحت المافيات هي التي ترتع في الشوارع سواء من الميليشيات المرعية من قبل إيران أو من شبيحة النظام، وهي التي تعلو على القانون وتعلو على أي يعني حالة قانونية؟ ماذا نقول عن النظام الذي بدأ يفضح نفسه ويأكل نفسه من خلال فضح المفاسد التي لطالما كانت سوريا تعيش تحت كنفها؟ إذا في نهاية المطاف هذا النظام لا يستطيع أن يقول أن هذا الحال سببه أمريكا. هذا النظام هو من قتل الشعب السوري، وهذا النظام هو من دمر البنى التحتية ومن قصف البلاد ودمر يعني وقتل العباد. أستاذ ياسر، نعم أستاذ ياسر، نحن تحدثنا عن تصريحات لوزارة الخارجية السورية، ولكن إذا ما أخذنا تصريح لوزارة الخارجية الأمريكية تقول أن ميليشيا حزب الله سببت أزمة الدولار في لبنان منذ أيام من خلال تهريبه إلى النظام السوري، لكن هنا إلى أي مدى ترى الارتباط العضوي بين الميليشيات الموالية للنظام وبين الأزمات في المنطقة؟ يعني بداية إيران هي التي يعني تدير حزب الله بشكل عام في هذا، وهو مخلى، يعني حزب الله مخلب لإيران في سوريا وفي لبنان أيضا. الأمر الثاني، حزب الله هو الذي تسبب بالكارثة الاقتصادية للبنان عندما تدخل كحزب يعني كحالة ميليشياواتية في سوريا بدون أيضا أي قرار سياسي في لبنان. هذا الأمر الذي جعل أو جرى لبنان إلى أزمة اقتصادية سببها حزب الله.
حزب الله تم تصنيفه على مستوى الإرهاب على مستوى الدول كلها، وما زال يريد أن يحكم لبنان ويضع مصلحة لبنان ومصلحة اقتصاد لبنان آخر ما يهمه من سلم الأولويات. ما يهم حزب الله أن ينفذ الأجندة الإيرانية سواء في سوريا وفي لبنان، وهذا ما وجدناه من تقديم أرواح شباب لبنانيين على الأراضي السورية من أجل مزاعم غير صحيحة، وثبت فشلها أنهم سيحمون مراقد شيعية وما شابه. وفي نهاية المطاف وجدنا أن هذه الميليشيات تأتمر بأوامر إيران لتحقق مكاسب لإيران لمشروع، يعني بالأخير يكون هو مشروع طائفي ومشروع مكاسب اقتصادية تخص إيران. لا حزب الله ولا بشار الأسد يعني إلا هم أصبحوا مخالب إيران في الأراضي السورية وفي أراضي لبنان. أستاذ ياسر، في الوضع الميداني وتأثيره على النظام السياسي في سوريا، اليوم قصف الاحتلال الإسرائيلي مواقع في السويداء ودير الزور، إلى أي مدى أو هل نفهم من هذا القصف أن أمريكا لديها خطة مدبرة ومحكمة بشكل يعني بإضعاف النظام وحلفائه التي من كان من بينها طبعا قانون قيصر؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحت إدارة ترامب لا تريد أن تكون لديها مواجهة عسكرية لا مع إيران بشكل مباشر ولا حتى مع النظام السوري ومع حزب الله. هي تركل الأمر إلى إلى إسرائيل، ولكن في نهاية المطاف ما نجده أن إسرائيل تبيض سمعة النظام عندما تستهدف مناطق غير مؤثرة على الحالة العسكرية الميدانية، ونتيجة كل هذه العمليات القصف لا تعادل حملة عسكرية يقوم بها هذه الميليشيات الإيرانية في يعني في مواجهة المدنيين السوريين. إذا إسرائيل عندما تقوم بهذه العمليات القصف توصل رسالة لإيران على أنها تتجاوز بعض الخطوط الحمراء، ولكن في نفس الوقت تعطي رسالة مفادها على أن هذا النظام وإيران يمثلون حالة مقاومة أمام إسرائيل. في نهاية المطاف لا إسرائيل يهمها أن يسقط النظام ولا يهمها أيضا الشعب السوري، ولكن ما يهمها أن تنفذ أجندة لا تخالف أجندتها في سوريا، ولو كان هذا الأمر بشراكة إيرانية وشراكة بشار الأسد. من إسطنبول المتخصص في شأن سوريا ياسر النجار، شكرا جزيلا لكم.